انت شو يلي متوقعه؟ مو متوقع شيء، بس فكري منيح. اذا كان مارق طفل من هون اكيد بيكون شاف الجريمة او شيء بيتعلق فيها، او على قليلة سمع صوت سلاح لما تقوص صالح، ما هيك؟ ساعتها اكيد رح يحكي لنا باي ساعة صارت الجريمة بالضبط. يعني ايه، بس لو مزبوط كان قال لأهله دغري واتصلوا بالشرطة، ما هيك؟ مستحيل نعرف هذا الشيء، لأنه في ناس بتخاف وما بيفوتوا بهالقصص. ممكن، بس مكان الجريمة وكمان توقيتها ممكن هدول يثبتوا براءتي. أكيد بقدر بثبت وين كنت بهداك الوقت.